هلا والله معكم من جديد في ساعة شباب والفئة الأغلى اللي دائما لابد وواجب علينا أن نسلط الضوء عليها ودائما ناخذ جديدها في الساحة سواء الرياضية، العلمية، الفنية، ايش ما كانت، متميزين في كل المجالات. أكيد طراد ضيفنا اليوم أيضا بطل في السباحة وألعاب القوى وأيضا كرة القدم، مشارك في عدة بطولات، يعتبر من أصغر المشاركين. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معنا محمود أنيس غلام، وأيضا نرحب بالأستاذ نعيم مهدي مدير المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة. يا هلا فيكم معنا في ساعة شباب. حياك الله أستاذ نعيم. محمود كيف حالك؟ الحمد لله كويس؟ الحمد لله. طيب بداية خليني أسألك أستاذ نعيم، نبي نتعرف على نوعية أول شيء التأهيل اللي حصل عليه محمود عشان يوصل لهذه المرحلة. كثير ناس الآن تشوفنا فخورين وسعيدين وبغي يعرفوا كيف، إيش اللي صار بالضبط؟ طبعا بداية أشكركم على اللقاء السامي، هذا واجبنا. الله يسلمك. هذا واجبنا. الله يسلمكم إن شاء الله. طبعا المشاركة هذه مشاركة الفعلية لينا كمركز معا لذوي احتياجات خاصة في البطولة هذه، وكانت بمشاركة عدد من الأولاد كلهم من جميع المركز، طبعا منهم محمود. التأهيل كان طبعا تأهيل رياضي في المركز، وكان قبل البطولة بفترة كذلك أهلناهم للتدريبات. حلو. طب أستاذ نعيم كمان نبي نعرف إيش هي البطولات المختلفة اللي شارك فيها، خاصة أنها في مجالات يعني رياضية مختلفة بدءا من السباحة وصولا إلى كرة القدم. نعم، شارك يعني محمود والأولاد كلهم في عدة يعني برامج اللي هي الرياضية، أقصد تمام، ألعاب القوى، السباحة. في ألعاب القوى طبعا مقسمة إلى عدة أقسام، اللي هي وثب الطويل، دفع القلة، الجري، الوثب من الثبات. محمود كمان شارك في الوثب من الثبات وكرة قدم والسباحة، كلها شارك فيها. نعم طبعا. عائلة محمود معكم في كل خطوة في من خطوات التقدم هذه، صحيح؟ نعم. طب كيف كان رد فعلهم وردة فعلهم، وكيف كان أيضا تعاونهم معاكم؟ هل المفروض انه يصير في تعاون كبير ولا شيء بسيط، مجرد شيء بسيط، لانه التأهيل عندكم كله؟ لا بصراحه اذا ما كانت الاسره مقتنعه بانه ولدها حيؤهل وحيروح الى بطولات داخليه وخارجيه وكل شيء، ما ابدا ما حيصير عندنا اللي هو مثلا تقدم للولد. يعني خلينا نقول الاهل عليها التأهيل النفسي اكثر ايضا. نعم. صحيح. نعم احنا كمركز معا لوحده الخاصه، احنا عندنا النسبة طبعا في التأهيل تقريبا نقول 30 إلى 40%، ولكن الجزء الأكبر طبعا للأسرة. نعم صحيح. يعني خاصة لما أنا كلمت أهلهم في البداية عشان المشاركة في سلطة عمان، هذا الأمر ما هو بسيط علينا، تمام، بسيط على الأولاد اللي هم العاديين، لكن بالنسبة لأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة هذا الأمر صعب، وللأسرة كذلك، لأنهم عندهم احتياجات. صحيح. نعم عندهم احتياجات معينة، عندهم مثلا سلوك معين ممكن يظهر السلوك معانا هناك، لكن الحمد لله الأهل كانوا متعاونين. الأم كانت في البداية مترددة، الأب كان جدا متعاون، حتى الأب يعني بصراحة متحمس للموضوع، والأم كذلك. ممتاز. كلهم منتظرين بفارغ الصبر. شيء جميل. صحيح. طب محمود قل لي كم عمرك؟ عمري 10. 10 سنوات. لا أنا مو 10. لا ليه بتكبر نفسك؟ كم عمرك؟ 13. أرفع 13. ما شاء الله تبارك الله العمر كله. طب بسألك أستاذ نعيم، يعني هل الطفل إذا جاكم في وقت مبكر أو من عمر صغير تقدروا أنكم تطوروا مهاراته أكثر، وممكن يكون عامل إيجابي لكم أو أنه يكون سلبي، وكمان ممكن تأهلوه لمشاركته في البطولات؟ نعم مضبوط. أنا أشكرك على السؤال هذا، جيد. في عندنا حاجة يسموها التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هي في البرامج التأهيلية والأمور اللي هي العلاجية، في كذلك التدخل المبكر الرياضي. كل ما يعني الأسرة سارعت في البرامج الرياضية من هو صغير، تمام، مثلا السباحة، المشي الوثب، هذه الأمور كلها أمور رياضية، إذا شاركت الأسرة في الموضوع هذا، تمام، الولد يعني حيصير إنجازه أعمق وأكبر. صحيح. داخليا وخارجيا بصراحة. هذا شيء جميل. طيب أبغى أعرف يعني قد إيش يأخذ كل حالة، وتختلف طبعا كل حالة من الأخرى، لكن أبغى أعرف كم كأفرج أو كمتوسط كل حالة تأخذ منكم عشان تقدر انها والله لا الان الشخص هذا يستطيع انه مثلا يعطينا او ينجز حتى بينه وبين نفسه، مو لازم يكون مرتبط باي جهه رسميه، ينجز بينه وبين نفسه او يعتمد على نفسه. نعم نعم، هو يعتمد زي ما قلت انت اللي هي على القدرات،
قدرات الولد. مثلا اللي هم السيفير اللي هم اعاقات شديده او شيء يحتاجوا زمن طويل، يعني اذا قلنا مثلا من سنه الى سنتين الى 3 سنوات، وفي في اطفال وفي اولاد كذلك لا ياخذوا من خلال 6 شهور يبدا التطور الرياضي عندهم او البدني او الحركي في ازدياد مستمر وسريع جدا. وهذا كله يعتمد كمان على المتخصص اللي بيدي البرنامج. يعني من الممكن بيد المتخصص انه يعجل في هذه الفتره، يصير يخليها مكثفه، او انها ممكن تكون فتره اطول، يعني اطول ممكن على يد المتخصص. وممكن كمان هو كقدره الولد بالضبط، يعني بعض المتخصصين يجي يعطي المهاره الحركيه اكبر من قدرات الولد، وهذا ياثر عليه يتراجع. فعلى حسب الحاله بالضبط، على حسب الحاله. نعم. طب استاذ نعيم، نبغى نعرف ايش المراكز اللي حققها محمود؟ محمود حقق، يعني اول شيء حابب اني اقول انه هذه اول مشاركه لمحمود خارجيه تعتبر. تمام. احنا في مركز معا يهمنا المشاركه الخارجيه تكون لجميع الاولاد، اوكي؟ يكون من الفريق كامل. كان عندي 3 اولاد منهم ابطال عالميين، وجبت منهم واحد هنا اسمه عبد الرحمن، وفي فيصل القصيبي، وكلهم هذول ما شاء الله ابطال عالميين. لكن دعمناهم بالاولاد اللي هم الجديدين هذول عشان ياخذوا الثقه من اصحابهم هذول، يسلموا الشعله. بالضبط بالضبط. فما شاء الله حقق ميداليتين، ميداليه في السباحه وميداليه في كره القدم. طب انا بعرف هل محمود يعي تماما الانجاز اللي انجزه؟ نعم. محمود رجع البيت طبعا مختلف جدا على كلام اسرته. احنا نرجع للاسر نسالهم ايجابيه اكثر. بالضبط. هي تنمي المشاركات هذه، تنمي الثقه بس شخصا داخلا هو عارف ايش سوى. طب بس على السريع كده نبغى نعرف ايش اللي ناقص محمود ويعني امثاله من الشباب المتميزين، خصوصا انه بنشوف كثير من الشباب مبدعين في مجالات الرياضه بياخذوا مراكز عالميه، والاعلام والسوشيال ميديا ما بيسلطوا الضوء عليهم كفايه، فاكيد بيحتاجوا اشياء كثيره ولين اليوم ما زالوا يفتقدوها. والله احنا مفتقدين شيء واحد مهم انت قلتي اللي هو الاعلام. الاولاد يعني يحتاجوا للاعلام. انتم ما تعرفوا قد ايه طلوع عبد الرحمن المره اللي راحت، والان محمود، وان شاء الله الايام القادمه كمان اولاد ثانيين. ما يعني ما تتوقعوا التاثر النفسي الكبير للاهالي. بالايجاب طبعا. بالايجاب طبعا. متاثرين يعني متحمسين جدا الاسر. يهمنا بس المجال الاعلامي انهم يسلطوا الضوء اكثر. وانا من هنا يمكن اقول للمشاهدين عندنا حوالي 150 لوحه الان على مستوى منطقه جده بالكامل مكتوب عليها ابطال العالم. هذه صورنا موجوده الان في كل مكان. والله استاذ نعيم احنا باذن الله يعني بنحاول يعني دورنا كاعلام في ساعه شباب وتحديدا في روتانا الخليجي بنحاول بقدر المستطاع. ونتمنى رحمك الله محمود، ونتمنى ان شاء الله من ايضا الجهات المختلفه انهم يتساعدوا في هذا الامر، لانه يد واحده ما تصفق. اكيد. وشكرا جدا أكيد لاهتمامك. البطل محمود انيس غلام واستاذ نعيم مهدي، اسعدنا اليوم حضوركم وتواجدكم معنا في ساعه شباب، وان شاء الله لبطولات عالميه قادمه باذن الله. شكرا. بس محمود هو زعلان شيء؟ لا محمود. محمود انت زعلان؟ لا ابتسم. طيب ابتسم ابتسم. يعطيك العافيه. شكرا يا محمود. احنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه. فين هنا؟ اخر هذه الحلقه، وحنكمل معكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. هاشتاج ساعه شباب وايميل البرنامج موجودين عشان نعرف افكاركم تطلعاتكم المستقبليه، خصوصا على 2017 نحتاج نعرف ايش الجديد، وراسلونا عشان ايضا نتساعد مع بعض في هذه الافكار ونسلط الضوء على اهم الامور اللي انجزتوها. واكيد راح نشوفكم بكره في نفس الوقت، واقول لكم فمان الله معكم. انا لمياء غالب، انا كنت معكم طلعت سندي، دائما وابدا كونوا بخير. فمان الله، مع السلامه.